حلقة المواهب اللي احنا وعدنا بيها. اهلا بيكم. بيقولوا كده في المثل الانجليزي time flies، الوقت يطير. فعلا 6 شهور عدوا على اخر حلقة عملناها بتاعة المواهب بتاعتنا، وجا الميعاد للحلقة اللي احنا وعدنا بيها. احنا دلوقتي في نص شهر سبتمبر، قدامك ليوم 30 سبتمبر تحضر العمل الفني بتاعك. احنا هنقبل اي عمل، سواء الجيتار او اي آلة تانية غير الجيتار اللي عاوز يعرض عمله، وكمان لو في اصوات، لو عايز تختبر يعني صوت انت شايفه مناسب برضو تقدر تحطه في الاعمال ديت، وان شاء الله نبقى نعمل الحلقة بتاعتنا ديت وهتتعرض في شهر اكتوبر. عشان اقدر ان انا اعمل الحلقة وان انا اقدر اركبها صح، اخر ميعاد لتقديم الاعمال بتاعتكم يوم 30 سبتمبر، واشوفكم في الاعمال بتاعتكم ان شاء الله. بالتوفيق كلكم جميعا.